بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، اليوم إن شاء الله محاضرتنا استكمالا للمحاضرة الماضية بموضوع الـ Enzymes in Fruit and Vegetable Processing and Juice Extraction، محاضرة رقم 2. طبعا شرحنا المحاضرة الماضية عن بعض الأشياء، ركزنا على مادة البكتين وكيف شفنا البكتينيز له مفعول على عمليات تقليل من اللزوجة للمواد. نكمل إن شاء الله. فإن شاء الله هنحكي على الأبل بروسيسنج، هي معالجة التفاح بالنسبة للعالم. العالم زي ما حكينا البرودكشن، أبل برودكشن ريز فروم 59.1 مليون مترك تون في سنة 2000 لحوالي 63 في الفارق كبير جدا في سنة 2004. احنا بنحكي عن سنة 2020 وكمان بيكون الأرقام عالية جدا أكتر من هيك. يو اس اي هي كالكوليتد في 2009 حوالي 42 مليون طن. في الصين لوحدها اكاونتد حوالي 65% اوف توتال اوتبوت، اللي هي حوالي 23 مليون طن في الصين لوحدها. China is fast approaching in the European Union as a world largest apple exporter. الصين تعتبر من أكبر الدول في العالم لتصدير التفاح. and volume with حوالي 19% share market share compared to European Union حوالي 22 في سنة 2007-2008. but exports volume tank it hurt behind the European Union and market lead the USA in في 2006-2007 حوالي 1.4 مليون طن من الأبل جوز كونسنتريت where from the brands AGC was exported globally representing 11% of total apple juice production. Volume is most, almost quadruple between 2000-2007. Chinese أبل جوز اكستراكشن اكسبورتس 2006-2007 حوالي 894 ألف طن تقريبا. ذا سيم يير يوروبيان اللي هي التركيز أو العصائر امبورت ريتش حوالي 1 مليون طن في 2006. أبل برودكشن ان كونتريز ساتش از فرانس جيرماني اند جابان از ديكريزينج while in China, Poland and Russia it is increasing. في الدول هذه الصين وهولندا وروسيا استعمال العصير أو إنتاج العصير بكميات أكبر بزيد. بشكل عام أبل جوز كونسنتريت وديبريس، هذه الطريقة المتبعة في عدة مراحل زي ما أنتم ملاحظين. في المرحلة الأولى، جدير بالذكر انه في العالم دائما كان بيحطوا لنا هذه الصورة او في شكل تماثيل، لانه تماثيل هذه تعتبر واحدة من تعبير عن استعمالهم لصناعة التفاح بالطرق التقليدية القديمة جدا. لكن اليوم العلم اتطور وصارت عملية اللي هو انتاج العصائر التفاح بعدة مراحل بشكل عام. التقليدية او الحديثة، الستيج الأولاني harvesting and selecting best apples اللي هو عملية جمع التفاح واختيار الحبات المعدة للتصدير أو المعدة للعصر، تفريق بينهم، بيصل المصنع بما يعرف بـ receiving bell اللي هو الشريط اللي من خلاله بيتم بعديها فرز وغسل وفرز التفاح. التفاح بعدها بيروح على الابل جريندر اللي هو المعصرة او التقطيع او الهرس. السيج الرابع اللي هي عملية النقل من عملية من منطقة الجريندر للبريسنج ماشين، عملية الضغط لاخراج العصائر. هذه المنطقة الخامسة او الستيج الخامس سنترفيوجر سيبريت ووتر فروم ابل كونسنتريت. المرحلة الأخيرة اللي هي عملية الأروما
قاعد انتو كونسنتريت. انا بصير عملية المرحلة السادسة، هي في عملية التركيز، يعني بنخفف كمية الماء اللي موجودة في العصير. الفلفل بصير في عملية فلتريشن، بعديها باسترايزيشن، وبكون المنتج عندي جاهز للتعبئة، تعبئة في قزائز أو في علب إلى آخره. المنطقة الأخيرة، الجزء الأخير اللي هو الستيج العاشر، اللي هو الباكجينج، وبعدها التسويق طبعا في المرحلة رقم 11. لكن هذا بشكل عام ما بورجيناش ايش اللي بيحصل في العمليات هذه كلياتها. لو احنا بدنا نتبع التشارت الرئيسية، الانسبكشن بيل، قلنا شريط اللي هو الفحص، او اللي من خلاله احنا بنفحص في بداية وصول التفاح، ابل ار ووش سورتد اند كراشد، يتم تصنيفه وحسب تصنيف التفاح، الحجم إلى آخره أو الأنواع. بعدها بيروح على، بيتم غسله، بعدين بيروح على الكراشر، عملية الهرس، وبصير عندي في إيش، بصير في عندي منتج مهروس. At this stage, mesh bictinases are added continuously with metering pump after diluting in approximately 1:20 time of the volume of water. هذه في المنطقة هذه احنا في البداية وصل التفاح، هرسناه، صار عندي خليط. الخليط هذا هو الماش او المهروس. هنا ممكن احنا نضيف الانزيمات. الانزيم هذا طبعا احنا بنعمل له دوزنج، بنعمل له تركيز معينة، والشركات بتوفر لي انزيمات. الانزيمات هذه فيها مادة اللي هي البكتينيز، انزيم اللي بيكسر البكتين، زي الماركة العالمية المشهورة رابيديز، الار هذه العلامة التجارية، البريس اللي هي المنتج. هنا بيستعمل حوالي 50 ل 100 جرام من الانزيم. طبعا كيف الانزيم بالجرامات، الانزيم ايضا ممكن يتجفف ويشوفه على شكل بودرة، وبالتالي بيستخدم 50 ل 100 جرام لكل طن. بيبقى عملية خلط الإنزيم بالماش حوالي ساعة واحدة لمدة ساعة واحدة على درجة حرارة 20 درجة مئوية. بعديها المرحلة الثانية اللي هو horizontal press، ممكن احنا نضغطه نفصل، الجوز is extracted and immediately pasteurized. بصير عملية بسترة بعد عملية الضغط أنا وإخراج العصير أو استخلاص العصير. أنا بتكون عندي الحرارة، بتكون عندي الحرارة 90 درجة مئوية، عشان هيك إحنا بنقول immediately pasteurized، اللي هي عملية البسترة. وهنا البريكس بتكون حوالي 15 ل 18%. بعدها بيحصل عملية اللي هي الفوليوم vacuum evaporation. طبعا بعد اللي هي عمل، بصير عملية cooling down على 50 درجة مئوية. It is cold to 45-50 degrees centigrade and pectinases are added to juice. بعد عملية التبريد أنا ممكن نضيف كمان مرة بواسطة عملية التبريد اللي هو cooling down، هي قللنا درجة حرارة لأنه كانت 96، قللناها ل 50. في الحالة هذه كمان أيضا ممكن نضيف مرة أخرى البكتينيز، انزيم البكتينيز. والانزيم البكتينيز هنا اللي هو طبعا في نفس العملية، في عندي رابيديز ار سي 80 ماكس، اللي هو حوالي 2 ل 4 جرام لكل الساعة الواحدة، اللي هي هانزايم دي سي ال حوالي 2 جرام، اللي عندي رابيديز ار برو حوالي 2 ل 4 جرام للساعة الواحدة أو في العملية الواحدة. وهنا طبعا الأنزيمات هذه أيضا عندي أنزيمات أخرى، الأنزيمات الأخرى اللي هي الأميليزز، البكتينيزز are added together with بكتينيزز when أبل contain starch. طبعا هذه الوقتش الأبل بيكون في starch، لما يكون عملية العصير في فواكه يعني غير ناضجة تماما، بكون الموجود فيها ايش، موجود فيها الأميليزز، او بكون موجود فيها النشا طبعا، عشان هيك احنا بنستعمل له انزيمات اللي هو الأميليزز. بتتم العملية هذه عمال عوالي من خم في حوالي درجة حرارة 45
لخمسين درجة لدرجة مئوية لمدة ساعة على 3 ساعات، بعديها بيحصل اللي هو عملية الكلاريفيكيشن كروس فلو فلتريشن بواسطة الفلترة، وبعديها كمان مرة كونسنتريشن مرة أخرى بواسطة الفاكيوم ايفابوريشن، وبنحصل في الحالة هذه كونسنتريتد ات 72 بريكس باي ووتر ايفابوريشن. بعدها بصير عندي المنتج هذا اللي هو الكونسنتريت ابل جوس، ممكن احنا نخزنه في اللي هو الاستورج تانك ستورد ان ستينلس ستيل تانك بلو اللي هو 10 درجات مئوية، والبريكس هنا اللي احنا نحكي عليه هو حوالي 70%. طبعا احنا بدينا من 15% لغاية 70%، طبعا تركيز عالي في عملية الانتاج اللي هو العصير التفاح. ابل جوس concentrated with decanter. طبعا قبل ما نحكي عن الديكانتر، انا بذكر الطلاب اللي راحوا على مصانع واخذوا جولة في مصانع الاستخلاص او عصير او عصر الزيتون في موسم الزيتون، اكيد اللي شافوا المنظر هذا شافوا هذا هو ايش الديكانتر. خلينا نحكي عليه كمان شوية. ابل جوس اكستراكشن يوز الديكانتر ان مالتيبل اكستراكشن ستيج ريكواير انزيماتيك بريباريشن with a broader range of activity. This process starts with strong crushing، عملية العصر أو عملية الهرس تكون قوية، and hot break to of mash اللي هي بنسخن اللي هو الهريس هذه أو الخلطة هذه أو المخلوط هذا للعصر. This result in decreased mash viscosity، بقلل منها، and in solubilization of apple بروتوبكتين at high dose of enzyme combined with extended treatment 50 degrees centigrade results in dramatically decreased mesh viscosity facilitating easy separation and optimal juice extraction with decanter. الديكانتر زي ما احنا بنعرف هو المرحلة من مراحل الفصل، يعني هذه طبعا هذه الرسمة هي موجودة لعملية فصل زيت الزيتون، لأنه احنا المكتوب هنا موجود مش للأبل بالتحديد، هذا لزيت الزيتون بس، لكن الديكانتر هذا هو ديكانتر واحد لكل أنواع الفواكه أو أنواع الخضروات اللي بتم عصرها. بشكل عام الزيتون بيصل بصير له عملية غسل، بعدها عملية اللي هو هرس، وبعدها بيصل للهرس الملكسر مش طبعا بينتقل اللي هو الهريس للديكانتر. الديكانتر هنا بيعزل اللي هو المنتج للأشياء عن بعضها البعض، وهذا بشكل عمودي زي ما انتم شايفينه، بيفصل لي الزيت عن ايش، عن التفل اللي احنا بنعرف تفل، هذا تفل الزيتون بيروح على بر، او تفل الابل بيخرج وبيتم ايش وبيصل اللي هو الزيت. الزيت هنا طبعا زيه زي العصير كمان نفس الشيء، بيحصل له لو البوليشر او الويست، بيخرج العصير او بيخرج او الزيت، وبيخرج اللي هي بعض المواد اللي هي الفصل، يعني بيفصل الزيت عن الماء في الحالة هذه. لكن احنا العصير عندنا طبعا في نسبة ماء او في نسبة اللي هي المواد، لكن في الديكانتر هنا بيشد بيفصل العصير، بيفصله عن اللي هو تفل التفاح في الحالة هذه. الأنزيمات أيضا تستعمل زي ما حكينا في العملية هذه كلياتها، في عملية اللي هي استخلاص عصير التفاح بواسطة الديكانتر. يستعمل الأنزيمات زي أنزيمات الرابيديز ADXD DSM يطلق له، is used specifically for apple juice extraction using decanter. contain the correct proportion of specific pectinases, arabinases and rhamnogranulases اللي هي المواد هذه كلياتها من مجموعة اللي هي خاصة بتحطيم اللي هو البكتين. activity to break down fruit structure combined with a single extraction stage. طبعا ليش الانزيمات هذه كلها مع البكتينيز؟ لان احنا مش كل مرة بنضيف انزيم معين على
الخلطة، عملت بنضيف الأنزيمات مرة واحدة، لأن كل إنزيم بيعمل بطريقة معينة أو بيش عمل معين على المنتج. في بعض الأحيان زي ما احنا بنعرف العصائر إذا كانت فيها نوع من كلاودي أبل، يعني غائمة بمعنى غائمة، أو عكر. احنا بنعرف انه الناس اللي بتشوف العصير اذا كان عكر بنفكر انه، او بنشوف نعرف انه يعني عصير طبيعي، وبالتالي تلبية لرغبة المستهلك ممكن في عنا نخلي انتاج للمنتج عصير تفاح على شكله العكر، لانه يعني الناس بتفكر انه هذا عصير طبيعي طبعا مش معامل كأنه معصور للتو. In countries like Germany, Italy, cloudy apple is considered a natural product and commands in a higher value than clear juice. طبعا يفضلوا على العصير الصافي. However, the production is impossible with the classic pectinases because the fast juice clarification. طبعا إذا استعملنا البكتينيز إحنا اللي المنتج بيصير على شكله إيش، على شكله صافي، وبالتالي عملية إنتاج عصير فواكه، عصير تفاح بشكله العكر بيكون طبعا مستحيلة. ولكن طب إيش العمل؟ بنستعمل في الحالة هذه اللي هو أنزيم آخر في العملية هذه اللي هي using a pure pectin مثل استريزز. فاللي مثل استريزز هذه هدفها إن هو إيش، نعمل عكر في داخل اللي هو العظيم. There is no clarification effect and numerous advantage. وطبعا له زيادة في الرسمة هذه احنا شايفين ال effect of aspergillus pectin مثل esterase in our cloudy apple juice extraction using اللي هو HP بيشر او بيكر 5005 اللي هي الاكسي. هذا هو نوع من زي الديكانتر اللي حكينا عليه اللي هو لاستخلاص المواد هذه او لانتاجها، ولكن هنا في عنا بنحتاج اللي هو كلاودي ابل جوس. طبعا زي ما احنا ملاحظين انه في عنا بالنوع الخط هذا اللي هي ابل ديلي كاباسيتي اللي هي حوالي 100 طن في 16 ساعة، يعني عمل 16 ساعة في المصنع بيحاولوا او بينتج لي حوالي 100 طن من في 16 ساعة. لكن إذا استعملنا اللي هو البكتين مثل الاستريز بننتج حوالي 140 طن في خلال 16 ساعة، يعني في عنا إنتاج حوالي زيادة حوالي 40 طن. في عمليات الجوس برودكشن في الحالة هذه هي حوالي زي ما احنا شايفين هنا 80 طن. 80 طن هنا صار حوالي أكثر من هو 100، حوالي أكثر من 110 طن. وبالتالي في عندي زيادة في الإنتاج حوالي من 74.9% لحوالي 77. هذه الكمية طبعا تعتبر كمية كبيرة. طبعا عشان احنا نستفيد ونعرف اللي هي ايش العمل اللي بيحصل في اللي هو موضوع العصير التفاح. The juice cloud state is stable since no decrease in pectin molecular weight has occurred. ما فيش أي تغيير في اللي هي على البكتين، على المولكولار ويت للبكتين. وبالتالي لو احنا لاحظنا الفرق هذا هو الكنترول، احنا بنعمل عصير بشكل عادي، لكن هنا استعملنا اللي هو الانزيم البكتين مثل استريز من الاسباجيلاس نيجر، ولاحظنا شايفين اللي هو في فرق بين اللي هو صفاوة العصير والعكارة العصير. Ascorbic acid can be used in a process to prevent browning. اللي هي طبعا ممكن نستعمل اللي هي فيتامين سي الاسكوربيك اسيد لمنع انه يحصل عملية اللي هو اظهار لون بني على المنتج. ايضا اللي هو في عنا ما يعرف بالبيري جوس كونسنتريت، نفس ما حكينا على التفاح ممكن نحكي على الانجاص. ايضا البير بروسيسنج سيميلر تو ابل بروسيسنج كوميرشال ماش اند جوس بكتينيز، نفس البكتينيز اند امايليز يوز فور ابل
فور كويل فور بير بروسيسنج كمان نفس الشيء، ولكن هاويفر بير ار فيري ديليكت، يعني ناعمة جدا، مش زي التفاح. التفاح هي فيها صلابة أكثر من حبة الإنجاز، وبالتالي لازم يكون فيها التعامل اللي هو بشكل يعني مختلف بسيط عن التفاح. دي ريبنت فاست، يعني الإنجاز اللي احنا بنعرفه، الإنجاز هو في عملية الاستواء له على نقطة النضوج تكون أسرع، resulting in decreased mash permeability اللي هو غير مقاوم لعمليات الضغط في المصانع، and yield اللي هي إيش في عملية الإنتاج، العصير منه يكون في أبطال كمان أخضر. The presence of stone cells and with high cellulose content makes filtration and ultra filtration difficult. كمان مرة اللي احنا بنحكي على البذور اللي موجودة في حبة اللي هو الإنجاز، هي تعتبر من طبعا كالحجارة، وبالتالي هي بتضاف إلى كميات عالية من السيلولوز، بتؤدي إلى أنه عملية اللي هو عملية إنتاج العصير أو عملية استخلاص العصير بتكون إيش أصعب شوي. رابعا هيميسيلولوز أند سيلولوز content are higher in beer than apple. هذا يعني احنا بنعرفها، كل المواد هذه اللي هي مواد السيلولوز والأميلوبيكتين تكون كمان أكثر. In some cases after partial enzymatic hydrolysis linear arabinase can condense with hydrogen bond and slowly form arabinase haze after juice concentration. طبعا كمان في اللي هو سكر الأربان اللي هي أو مجموعة السكريات أربان، بتعمل يعني بتصير في بينها وبين الهيدروجين بوند، وبالتالي بصير لها تكاثر، وبالتالي بتديني نوع من الهيز، نوع من العقر اللي موجود في العصير. It is therefore important to use pectinases with high eggs and endo arabinases such as barley leaf. وهذا الاسم التجاري اللي بده يكسر لي الانزيم اللي بيكسر الاربان اللي بشكل عام، or Birex اللي هي RDMS to prevent اللي هي haze forming in concentration. زي ما حكينا عملية العكر ممكن احنا نتخلص منها باستخدام الانزيمات هذه اللي هي انزيمات الارابينيزيز endo او اكس. كمان الريد بيري بروسيسنج، في عندنا اللي هو الإنتاج العصائر من الفواكه أو الأنواع التوت المختلفة اللي هو red berries such as black currants, strawberries, almonds, aronies اللي هي choke berry, cherries, grapes and cranberries have common characteristics. The anthocyanin pigment gives rise to red color and has antioxidant properties. بيجمنت هذا اللون الأحمر في الفواكه هذه اللي هي التوت، هي نوع مهم جدا أو لها تأثير أنتي أوكسيدنت. Most therefore have apple flavoring, appealing flavoring، طعم جذاب. الفواكه هذه طعمها جذاب وإله يعني نكهة معينة، وبالتالي بسبب إنه فيها مواد اللي هي زي مواد اللي هي أنتوسيانين بيجمنتس اللي هي بتدينا اللون الأحمر. Red berries and therefore consider valuable raw material، تعتبر مادة مهمة جدا for juice processing and can be blended with other fruit or vegetable products since they are often too acidic or too sweet to be consumed as single stinting juice. وبالتالي الفواكه هذه اللي لها طعم الحموضة أو طعم الحلاوة بشكل عام وإلها لون، وبالتالي هي محببة إنها تنخلط مع الفواكه الأخرى أو المواد الأخرى. بولند is an important berry product producer، تعتبر بولندا من الدول يعني المنتجة للتوت هذا بكميات كبيرة في العالم. طبعا احنا بنحكي عن الوان، والالوان زي ما انتم شايفينها بتتراوح من الدارك ريد بينك لبرايت ريد اورانج، او اللي هي بلو
فايولت زي الالوان هذه كلها، هي كلها مصدرها الانتوسيانين بيجمنت، ولكن تختلف الاسماء، سيانيدين نيدين او بيلر نيدين او دوليفينيدين، اللي هي الالوان هذه كلها بتراكيبها. انتوسيانين are the most valuable compound found in red berries. They have also the most sensitive component prone to being destroyed at each stage of a process. طبعا هذه المواد زي ما هي لها أهمية كبيرة، هي حساسة جدا وممكن تتحطم أثناء عملية الإنتاج. The presence of sugar helps the anthocyanin to maintain its stability in water. طبعا وجود السكر بيؤدي إلى أنه المواد هذه تقاوم بعض الشيء عمليات الإنتاج. عندنا هذه اللي هي الـ Red Berries Composition من ناحية الأنواع. طبعا التوت هذا له أسماء كتير وله أنواع كتيرة ولها بشكل عام. من ناحية البكتين، بكتين present in fresh wheat حوالي البلبيري اللي هو حوالي 2 أكتر مادة فيها البكتين. في عنا البي اتش أكتر شيء، يعني هي نوع من الحموضة، حوالي 2 و3 ل2 و5. في الكران بيري في عندي اللي هي ايش كمان، في عندي التوتال اسيديتي بشكل عام. في البلاك بيري اللي هي حوالي من 3 ل4 من 10. طبعا في فروقات بين البلو بيري والبيري، طبعا من ناحية الشكل ومن ناحية التركيب ومن ناحية الذوق، اللي هو هنا اللي هي لب البلو بيري وايلد وايت، لكن هنا في البلبري حوالي اللي هو ريد. كمان activated commercially does not stain easily، لكن هنا stain easily. طبعا هذه الفاكهة هذه البلبري لونها أحمر وبالتالي بتصبغ إيدينا بشكل أسرع، ولكن هنا يعني ما لو استمع مسكناها وأكلناها ما بتصبغش إيدينا. هذا هو إيش الريد كارنت بيري. طبعا في عملية الإنتاج بكتينيسيس is necessary to increase juice yield and release color and aromas. طبعا البكتينيز هنا له فوائد في استعمالنا في العصائر اللي من التوت، اللي هي اللي بيساعد استخدام البكتينيز ضروري لزيادة الإنتاج وإطلاق اللون وكمان الرائحة في الإنتاج. بشكل عام اللي هو زينا زي أي مصنع تاني أو زي خطوات تانية حكينا عليها، في عنا اللي هو بيدخل المنتج المصنع بصير عملية inspection belt فهنا، لكن فيها بصير عملية ديف فريزرز، لأنه ممكن المنتج يصنع على شكل اللي هي لأنه التوت هذا بيكون توت يعني مجمع، وبالتالي بيكون مجمدينه لأنه بينتقل من مكان لمكان لأنه بيخرب بسرعة، وبالتالي بيكون في عملية تجميد، وبالتالي بتصير عملية الديفريزين. Frozen black currant or Arnica is ground and heated to 82 اللي هي degree centigrade for 2 minutes and then cold to 50 degree centigrade. كراشر بعديها بتصير عملية اللي هي التكسير أو عملية تحضير تحطيمه، وبالتالي لدرجة 90 لمدة ساعتين هوت بريك بالحال. بعدين بصير عملية كولينج داون ل50، وهنا بنقدر احنا نضيف ايش الانزيمات اللي بهمنا بعمليات نفس الشيء اللي هي دوزنج اكويبمنت رابيديز انتنس 3000 ل 300 ل 400 جرام لكل طن واحد، او كليريزايم اللي هو 150. طبعا هذه اسماء تجاريه زي ما احنا متفقين صرنا نعرف. بصير العمليه هذه اللي هو 200 جرام ل 300 جرام للطن الواحد. هذا كله هياته على الماش اللي هو بيكتينيزز يعني لعمليه العصر، وبالتالي بيتم الوضع كلياته في لابد على 50 درجة مئوية لمدة ساعة لساعتين في الستيرنج تانك.
الستير تانك اللي هو يعني البراميل الكبيرة اللي بتم تحريك العصير فيها لمدة ساعة لساعتين. بعدها بيحصل عند بينتقل المنتج هذا لوين؟ لهوريزنتال بريس، لمية العصر. بينتج عندي اللي هو العصير. العصير بصير له عملية فاكيوم باسترايزر على درجة 90 درجة مئوية، بعدها الألترا فلتريشن الكونسنتريتور، وبعدها بيحصل عندي المنتج على شكل اللي هو الكونسنتريت هنا للتخزين. بعدها طبعا احنا بنعرف انه البريكس هنا ارتفعت حوالي 65%. طبعا احنا كان يمكن يكون عندنا 15 أو 20 زي ما حكينا في المرات السابقة. البريكس بيرتفع معناته التركيز عالي جدا، وخلاص هون بنقدر نستعمله للإنتاج بعدها للتخزين أو للإنتاج بشكل عام. أيضا بوليفينول أوكسيديزز are quickly destroyed and anthocyanin are released على درجة حرارة 90 درجة مئوية. High temperature storage fruit acidity and high phenolic content have an inhibitory effect on exogenous pectinase. طبعا هذه الحرارة العالية والأسيديتي والهاي فينوليك كونتنت كله له تأثير على الأنزيمات البكتينيز اللي موجودة، وبالتالي بكتينيز مصدر for be able to withstand these condition and remain stable through the process. عشان هيك في عنا أنزيمات اللي هي مصنعة بالطرق الأخرى أو زي الطرق التعديل الوراثي، وبالتالي التعديل الجيني، وبالتالي الأنزيمات هذه يعني بتقدر تكون موجودة على درجة حرارة حوالي 50، لأنه بنحكي على 50 درجة مئوية، وبالتالي هذه الأنزيمات إلها المقاومة إنها تكون موجودة وتعمل عملها على العصير. The fruit red color is successfully extracted and is stable in juice. زي ما احنا شايفين هذه في عنا مثلا الانزيم، وقت الانزيم الحرارة اللي هي الجوس ويت زي ما انتم شايفين في تعديل. يعني هنا صار في عندي للموضوع كله هياته انه انا بشوف كيف بدي اعرف او كيف بدي ازود في اللي هو اللون، او بدي اخلي اللون يضل بشكله الطبيعي في كميات. إذا استخدمنا اللي هو الانزيمات زي ما احنا شايفين هنا اللي هو الانزيم اللي هو effect maceration enzyme on aronia juice and color extraction. التريل الاولاني يعني هذا اللي استعملناه كان عبارة عن two stages. يعني كيف two stages؟ اللي هو two stages انه احنا addition of 50 part per million at maceration stage، يعني ضفناه على مرتين 50 و50. لكن في التريل الثاني هذا أضفنا، هنا كان في 50 50 على مرحلتين، لكن هنا أضفنا في التريل الثاني على ستيج واحد ون ستيج ضفنا 150 بارت بير مليون من الإنزيم في عملية النقع بنفس درجات الحرارة إلى آخره من الأشياء هذه كلها. فكان عندي اللي هو المنتج صار في تعديل عليه، أو صار في اللي هو التغيير اللي اللون هذا من 100% تحول ل109 ل118% حسب المواصفات هي كلياتها والدراسة هذه كلياتها. فمن خلال الرسمتين، خلال الجدول هذا والجدول هذا، بنلاحظ انه في انتاج اللي هو زيادة في الانتاج في الجوس كلر على درجة على 520 نانومتر ديليوتد اد اللي هو 5.5%، وبالتالي هذا هو الكنترول، كأنه كنترول الزيادة صارت عليه 9% ل118%. وبالتالي زي ما شفنا الجوس اكستراكشن كمان هنا الجوس كلر، يعني الجوس كلر، لكن الجوس اكستراكشن كمان مرة ارتفع من اللي هو من 100 ارتفع لحوالي اللي هو هنا زي ما انتم شايفين حوالي 109، وبعدين هنا لحوالي 118 زي ما احنا شايفين. ولكن ايضا الجوس اكستراكشن بيرسنت البريكس هنا ارتفعت. البريكس كانت البريكس حوالي في المية في البداية 77، لكن ايضا اللي هو ارتفعت باستخدام اللي هو الايش حوالي 82.5 تقريبا، وبالتالي في ارتفاع من 77 ل 82.
وهذا بيؤدينا إنه نعرف إنه الإنزيمات هذه اللي بنضيفها واللي هي لها فائدة كبيرة على عملية الإنتاج من ناحية اللون أو من ناحية الكمية الإنتاج. كمان في عندي الستروبري اللي هو جوز كونسنتريت اللي هي تركيز عصائر اللي هو الفراولة. الهيت تريتمنت كانت بي أبلايد تو سوفت بيريز. طبعا الحرارة هذه يعني لا بنقدرش نستعملها بكميات أو بنقدرش نستعملها بشكل كبير في لما بدنا ننتج عصائر من الفواكه الرقيقة هذه زي الفراولة like strawberries and raspberries unlike blackberry and arona because it puree them اللي هي بتهرسهم بشكل سريع. الحرارة بتؤدي إلى خرابهم زي ما بنعرف. حتى الفواكه بشكل طبيعي لما نتركها شوي في الهواء بتلاقيها إيش صار في لها اتشكلت انهرست أو صار في لها خراب بشكل سريع making it impossible to extract juice with a press. طبعا والعصر بيكون أكثر oxidize their color تكون بتدي لها خراب كلهم اللون كمان and destroy their aroma اللي هي الرائحة فيهم كمان. It is therefore necessary to be to quick process only good quality fruits. طبعا هذا بيدينا إلى درجة يعني نضطر نعمل عملية أخرى لإنتاج العصائر بأشكالها زي ما أنتم شايفينها بسرعة. Strawberries and raspberries are deforest. بيتم اللي هو عملية تبريدهم أو نزعهم من عملية التجميد. بريست ات امبيك تمبريتشر اراوند 20 درجة مئوية يعني من التبريد لعشرين درجة بتخلينا نقدر نعمل او نقدر نفك التبريد اللي عليهم. بكتيريز ار ادد تو ماش بالهرسة اند اتس هيلد ان تانك فور 1 اور then juice is extracted using a press decanter. كمان مرة juice valid yield varies from 70% ل 80%. This is pasteurized and aromas are recovered. The juice is then cooled to 30-35 degrees centigrade to be de-bictinized again with Bictinex اللي هي D-Bix color. Nova enzyme هذه أسماء تجارية كلها Nova enzyme أو Bictinex اللي هي BABE اللي هي أنزيم. ريسايرين اللي هي افان ليفين اللي هي رابيديز سي دي 8 ماكس اور رابيديز انتنس دي ام دي ام اس ام 4122 اورز. باستريزيشن ماست بي كاريد اوت ات تمبريتشر هاي انف تو كومبليت دي ناتشوريت ذا فلو فروت بروتين. طبعا تو بريفنت بروتين هايز انفورميشن لازم تكون درجة الحرارة عالية جدا حتى نقدر نعمل دينيتشريشن للإنزيم للبروتينات اللي موجودة في العصير وبالتالي نضيع عملية اللي هو العقار اللي بيحصل أثناء اللي من البروتينات الموجود. The juice is clarified probably using cross flow flotation to avoid color loss أيضا لعدم ضاعتنا and then concentrated. وهذه اللي تقريبا العملية مشابهة للعمليات اللي حكينا عليها للتفاح. في عنا من الفواكه فواكه استوائية. طبعا في عنا فواكه استوائية مانجو المانجا والموز are top two tropical fruit grown wide world followed by بينابل اللي هي الأناناس البابايا اللي احنا بنعرفه بابايا والافوكادو اللي احنا بنعرفه كلياته. لكن انا كمان مرة انا بحب اذكركم انه الافوكادو له اللي هو يعني بذور والبذور على شكل كبير جدا وهذه اللي احنا بنسميها ستون يعني بشكل واضح اكثر هي كالحجارة. These two five اللي هي الخمس انواع هذه these two five is approximately 75% of global fresh tropical food المنتجات اللي هي الفواكه الأكثر شهرة في العالم الخمسة. لكن في عنا أيضا اللي هي مواد اللي هي فواكه أخرى تعتبر فواكه استوائية زي الليشي هذه طبعا بدنا نشوفه في أسواقنا في قطاع غزة في مرحلة في موسم من المواسم اللي هي قبل الشتاء تقريبا. دوران
هي طبعا بتتاكل الجزء اللي او بيستخدم الجزء الداخلي منه، في اللي رام بيوتان الشكل هذا، او اللي احنا بنعرفها ونعرفها كويس، في عندنا يعني الجواف، الجوافة اللي بنعرف كمان الباشن فروت او بنسميها البيسيفلورا احنا. البيسيفلورا هذه واحدة من المنتجات او الفواكه اللي بدأت تظهر بكميات كبيرة عندنا في الاسواق. In general, the fruit first pureed using fast viscosity reduction, hot break and pectinase, then pressed through filter before being placed in aseptic storage. The puree can then transform into cloud juice or clear concentrate. هذه كلها هي العصائر، ممكن تشوفها على شكل بيوريه، على شكل مهروس او ايش، أو شكل اللي هو العصير الصافي. بشكل عام process for puree nectar and clear concentrate following inspection زي ما احنا بنشوف الآن في الشارت هذه، هنشوفها أيضا كمان مرة. following inspection rib the fruit is washed، طبعا يتم غسيلها. substitute steam treatment in case of papaya أيضا and peel، تم تقشيرها after destoning. destoning اللي هو نزع ايه زي ما حكينا قبل شوية، destoning اللي هو البذور. البذور هذه صلبة اللي هي حجارة تقريبا، زيها زي اللي في الزيتون، زيها زي اللي في مواد أخرى، في فواكه أخرى، بتم عملية إلها destoning اللي هي نزع اللي هو الحجارة منها أو البذور منها. تقطع cut and crushed fruit is bleached. احنا بنعرف ايش bleached for microbial stabilization and for the activation of endogenous polyphenol oxidase، حتى نوقف عملية عمل اللي هو انزيم البوليفينول اكسيديز اللي بيخلي لي المركبات لونها مركبات فينولية اللي تديني اللون الاسود او اللون البني. وبالتالي ascorbic acid is added at this stage to prevent browning اللي هو عملية ظهور اللون البني. the bulb is cooled before enzyme are added. البلب هي اللب، طبعا احنا بنحكي على مواد لها طبعا اللب، وبالتالي اللب اللي لازم يبرد وبدي نضاف الانزيمات. الانزيمات ما تقدرش نضيفها على درجة حرارة عالية because of high cellulose and hemicellulose content on tropical fruit pectinases، لأنه بسبب وجود كميات كبيرة من الإنزيم من السيلولوز والهيميسيلولوز في البكتينيزز are combined with hemicellulases اللي هي زي أنزيم. طبعا لازم البكتين كمان نضيف معاه أنزيمات أخرى زي الهيميسيلولوزز، زي الأرابينيزز، زي الزيلانيزز، زي الجلاكتونيزز are important for mango and java ميسيليشن في عملية نقعناتنا، نضيف لهم اللي هي الأنزيمات هذه الهيميسيليزيز سيليزيز والبكتينيزيز. طبعا في شركات طبعا في اللي هي زي الرابيديزز تي اف والبكتينكس اللي هي الالترا اس اف اس اس بي نوفازايم اور اللي هو رابيكت اللي هي بي تي اللي هي اي بي انزيم ار كومن فور فيسكوسيتي ريدكشن ان بالب تروبيكال فود. Once enzyme treatment is complete، طبعا في حالة انه ندي الانزيم وقته يعمل، the bulb is run through the two finisher stages one with an average 0.7 1 millimeter selection to remove residual fiber اللي هي موجود فيها skin and pip particle، another through 5.5 millimeter smaller اللي هي to produce homogeneous smooth puree. البيوري احنا نعرفه زي الهريسة ولكن المهروس ولكن خالي من الألياف إلى آخره. before undergoing to a final hot break process and a tubular heat exchanger the juice can then be concentrated يتم تركيزه can يعلبه and deaerated for aseptic cold stage. A fruit nectars can be produced by diluting the puree
نكتر هذا اللي بيري هذا الهريسة اللي عملناه، ممكن نخففها بواسطة اللي هو إضافة عليها اللي هو شوجر سيرب أسيدفيكيشن يوزنج سيتريك أسيد. ممكن نديها شوية حموضة باستخدام السيتريك أسيد اللي هو حامض، اللي هو to maintain constant sugar acid ratio and heating to 100 degree centigrade for aseptic packaging اللي هي عملية التسخين، يعني زي عملية الباستريزيشن للجوس. clear juice and concentrate can also be processed from puree with second addition pectinases. كمان ممكن نستخدم اللي هو البكتينيز كمان مرة to for complete اللي هي دي بكتينيزيشن. the use of exogenous enzyme help produce high yield of puree and clear juice out a good flavor بطعم جيد and color and facilitate juice concentration. طبعا هذه نفس الطريقة اللي بنحكي عليها الانسبكشن ستيم بيلينج دي اوستنايزر. هذا جهاز هدفه اللي هو ازالة البذور او زاد الحجارة من الثمر، اللي هي زي اللي في الزيتون زي ما حكينا فيها في الافوكادو، اللي هي سنترفيوج. بعديها الكراشر، طبعا سنترفيوج حتى نخففها من الماء اللي موجود فيها. الكراشر اللي هي الهرس، عملية الهرس. وهنا بعديها الهرس نشغل نعدلها لدرجة حرارة اللي هو 100 درجة مئوية اللي هو ديجري سنتيجريد. دوزنج اللي هي اسكوربيك اسيد زادت حوالي 500 جرام للطن الواحد to prevent browning. بعديها عملية كولينج داون، بعديها بنضيف في منطقة الكولينج داون اللي هي التبريد على 50 درجة مئوية، ممكن نضيف ايش انزيمات اللي زي الرابيديز اللي هي داز فور اللي هي الفئة المحتوية حوالي 100 جرام ل 200 جرام لكل طن for viscosity reduction in bulb tropical fruit. بعدها بتتم العملية اللي احنا حكينا عليها، عملية الديكانتر اللي هي الفصل، عملية الباسترايزيشن، عملية الكونسنتريشن الكلاريفيكيشن، بعدها عملية الفلترة والألترا فلترة في اللي هي فلاتر معينة، وبعدها عملية الكونسنتريشن. إذا حبينا احنا الكونسنتريت هذا نحوله لجوس طبعا الطريقة معروفة، أو لعملية إحنا لعمليات التخزين بعد هيك للعمليات الأخرى. البريكسها في الحالة أنا 70% طبعا البريكس، لأنه إحنا ركزنا المحلول أو البيوري اللي أخذناه ركزناه على تركيز عالي صار. فروت ريبينينج الفروت فيرمينينج، طبعا الشيء المعروف لازم يكون له في عملية الكونسيومر وانت فروت ان بروسس فود. طبعا احنا بنأخذ على فواكه، الفواكه تم معالجتها لازم يكون لها شكل معين وطعم معين، ولكن المستهلك بحب يكون شكلها وطعمها بشكل لائق جدا. have firm structure اللي هي في لها صلابة في القوام، قوامها معقول وسواء متناسق. and natural color and flavor كمان لونها طبيعي واللي هو طعمها طبيعي أيضا. however most processed fruit في بعض العك في كمان في أغلب الأحيان العملية معالجة الفواكه particularly soft fruit like strawberries and raspberries is damaged through the chemical, mechanical and thermal treatment. بتم تخريبها وبتم اللي هو التعديل عليها freezing or pasteurization. كل هذه بتأدي عوامل بتأدي إلى يعني المنتج يكون بشكل غير لائق. this has a negative effect on the fruit structure texture. وبالتالي القوام للفواكه بشكل سلبي بتصير عليه giving ماشي بيكون على شكل طري appear and consistency غير متناسق. fruit texture is attributed to structural integrity of the primary cell wall and medullary laminal. وبالتالي الستركشر التكستشر هذا اللي هو ايش سبب الفواكه قوام الفواكه. most fruit has highly methylated pectin. في بعض الفواكه اذا كانت ناضجه معناته هي بتحتوي على البكتين، ولكن البكتين ميثيليتد بكتين الاتش ام بكتين.
have above 50%، فوق نسبة حوالي 50%. adding a pure pectin methyl ester result in partial pectin demethylation. طبعا إذا إحنا البكتين هذا اللي هو الميثيليتد بكتين اللي بشكل 50% أدينا له اللي هو أدينا له على جناب أنزيم البكتين مثل الاستريز، بيحصل البكتين دي ميثيليشن اللي بنسميه بكتيك أسيد. so fair forward and bind with bivalent cation like calcium forming a strong insoluble بكتينات gel. يعني بمعنى أصح البكتين أو ميثيليتد بكتين إذا عالجناه بالبكتين مثل الأستريز بيدينا بكتين دي ميثيليتد اللي هو بنسميه بيبتيك أسيد. البيبتيك أسيد هذا بيتحد مع الكالسيوم، الكالسيوم موجب الشحنات وبالتالي يكون ما يعرف بالإنسولابين بكتيت جل، بيكون جل من البكتين، وهذا طبعا يعني له القوام للصلب أو القوام المعقول في عملية الإنتاج اللي هو الفواكه هذه. طبعا البكتيت جيل بيكون عامل زي عمليات اللي هي زي صندوق أو الفرش اللي هو البيض، بيكون الكالسيوم موجود فيه. The gelling characters of pectin are altered from اللي هو methylated pectin لا اللي هو بيكتين تو لو ميثيليتد بيكتين، وبالتالي اللو ميثيليتد بيكتين دو نوت اونلي فور جيل ويد شوجر اند اسيد بات اولسو ويد ليس سولابل سوليد اند كالسيوم اند لايك بيكتين وليس الالام بيكتينيتد ار اولسو ليس سولابل ات هاي تمبريتشر اوفن انكاونتر ديورينج بروسيسنج. The result is increased firmness، وبالتالي بيزيد من صلابة المنتج أو قوام المنتج. Allowing the fruit to maintain shape، خليك تاخد شكل المايل. And consistency بنوع متناسق through the manufacturing process. للخضار أيضا بيتم لها عملية المعالجة. It may be easy to produce tomato juice، من سهل without enzyme حتى without بدون الأنزيمات. but this is not the case of carrot اللي هي في حالة الجزر أو في حالة الليك البصل أو في حالة الكباج الحالة اللي هو الملفوف. in fruit pectin is the major component to break down in order to facilitate juice extraction but vegetables also have high content of dietary lignocellulosic fiber which hinder juice. طبعا كمان مرة في الخضار في عندي السليلوز أو الألياف السليلوز عالية، وهذه بتؤدي إلى منع اللي هو استخلاص العصائر منها. vegetable juice processing therefore require more cellulose in addition to pectinases، كمان نحتاج لأنزيمات السليلوز بكميات أكبر كمان بالإضافة إلى لو أنزيم البكتينيز to reduce juice viscosity اللي هو sufficiently. طبعا أنا في الحالة هذه كمان مرة نفس الشيء في عمليات الإنتاج العصائر من الفواكه. الكونفينر بيلت اللي هي عملية الفحص، الكراشينج بعدها عملية التولور تريتينج، وهنا كمان في عنا كمان استخدام للأنزيمات للسكوربيك أسيد فيتامين سي لعمليات منع براونينج، بعديها اللي هو تبريد ل50، وبعديها بنضيف الانزيمات اللي احنا بنحكي عليها الرابيديز دي كونتين بيكتينيز اند سيلوليزز. لاحظوا الرابيديز ار 200 جرام ل 300 جرام للطن الواحد، وبالتالي بيها عمليه في تانك معين، بعديها للديكانتر، الديكانتر بعديها باسترزيشن فينيشر كونسنتريشن، والكونسنتريشن الحالي هنا للبريكس في الحاله هذه 43% بريكس. وهنا طبعا زي ما احنا شايفين اللي هو كلاودي كاروت جوس اكستراكشن، طبعا في الحالة هذه البريكس مش زي في الحالات الأولانية في حالات الستروبيري أو حالات التفاح، وبالتالي البريكس قليل جدا. The juice كاروتين content is not decreased by enzyme and the cloud is stable for the duration of juice shelf life.